اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا بكل الخير، حلقه جديده من برنامجكم منتصف النهار نلتقي بها واياكم عبر شرقيه نيوز. اهلا علي. اهلا رندا. حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم. حلقه جديده لهذا اليوم نبداها بالمحبه والموده والسلام، وراح نبدا حلقتنا ايضا باهم الاخبار المحليه بعد ان نذهب لفاصل ونواصل. أكدت وزارة الصحة إصابة نحو 10,000 شخص بمرض حبة بغداد، مؤكدة إطلاق حملة واسعة للتوعية بهذا المرض ركزت على مخيمات النازحين. وأوضحت الوزارة أن مرض حبة بغداد منتشر في عموم المحافظات العراقية، ويعود سبب ذلك إلى انتشار النفايات في مناطق واسعة، مبينا أن القضاء على هذا المرض يتطلب تنقية البيئة من الملوثات. وأضافت أن ذبابة الحلمز هي الناقلة للمرض، ويزداد انتشارها عند المستنقعات المائية أو البرك الملوثة فضلا عن النفايات. في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة أن 85% من الأدوية المتوفرة في السوق المحلية تستورد من خارج العراق، مشيرا إلى أنها تبحث عن مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجاتها، لأن تخصيصاتها لا تغطي حاجاتها الفعلية من الأدوية والمستلزمات الصحية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني أن الوزارة ستعتمد في تمويل أنشطتها على الاستثمارات في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية ورفع أجور بطاقة دخول المؤسسات والمراكز الصحية من 500 إلى 1000 دينار. وأكد الرديني وجود 1200 مادة دوائية متوفرة في السوق العراقية حاليا، لا ينتج منها محليا إلا 190 مادة فقط، مبينا أن الوزارة تخصص 20% من ميزانيتها السنوية للتجهيزات الدوائية. أيضا من أبرز أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها تطبيق نظام جديد لمعدلات التخرج، وذلك من بداية العام المقبل. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة هدير العامري أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة نظام المعدل التراكمي من أجل اعتماده في احتساب معدلات التخرج، مبينة أن المراحل المشمولة بهذا النظام المزمع تطبيقه لم تحدد بعد. يذكر أن بعض مدارس إقليم كردستان تطبق المعدل التراكمي لمدارسها، حيث يتم أخذ 25% من الصف الرابع إعدادي و25% من الصف الخامس إعدادي و50% من الصف السادس إعدادي. أهلا بكم من جديد في قضية المنتصف. راح نتحدث عن الانتقائية في الكلام والتفاعل مع الناس والاستجابة لهم. يعني انصادف في حياتنا الكثير من الأشخاص اللي يسمعون الكلام اللي يعجبهم فقط ويتفاعلون مع هذا الكلام ويبدون آرائهم، ويمكن يلتزمون بما يقال أو يأخذون بالنصيحة عندما يجدون هذا الكلام مناسب لهم. فعلا علي، يعني ولكن بعض الآخر لا يسمع الكلام الذي لا يعجبه ويعتبر أصلا أنه لم يقل ولا يلتزم بما جاء فيه، خاصة إذا كان الكلام نصيحة أو تحذير بالابتعاد عن الخطأ أو تنبيه إلى سوء الكلام والفعل. خلينا نتعرف على آراء الناس حول الكلام اللي يسمع الشخص عندما يعجبه الكلام اللي ضد السمع عنه عندما لا يعجبه، بمعنى آخر يطنشه. نتابع. يعجبني أسمعه والما يعجبني ما أسمعه. شو تشوف هاي الصفة اللي سائدة أو منتشرة اليوم خصوصا عند الشباب؟ الحقيقة يعني شبابنا اليوم مو مثل احنا شبابنا أيام زمان، يعني هذول انخلقوا لزمان مو زماننا، فهذول هم يحتاجين بعض التوجيهات الحلوة اللطيفة. والآن هو المجتمع الآن أصبح يعني خلينا نقول العالم قرية، الآن مجتمع الانترنت ومجتمع التكنولوجيا العالية المتقدمة، الآن كل شيء مباح له. بس الحقيقة هي الآن تبدي من الأسرة، يعني التربية، الأخلاق، السلوك، الشغلات الحلوة الجميلة اللي احنا متعلمين عليها تبدي من الأسرة. تقول هذا بابا حبيب، هذا خطأ، هذا مو خطأ. وبعدين احنا مجتمعنا بصراحة يعني إسلامي، يعني المفروض احنا نتمسك بهاي القيم والشغلات اللي احنا مجبولين عليها بصراحة. فنصيحتي لهم، والحقيقة اكو شباب طيبين محترمين يعني يسمعون كلام، بس احنا نبغي الأحسن. راح انتقل للست لا تسمح لي، يعني هي صفة موجودة عند الشباب. شلون تشوفي انت كأم كمربية، يعني شلون نقدر نقضي عليها وربما نعلم أولادنا انه اليوم نستمع، يعني شيء اليوم بفائدة استمع له. أنا هسه مدرسة حضرتي، نعم مدرسة اللغة العربية، ف
فاكثر يعني ابدا بالدرس انا من ابدا الدرس اقدم نصائح لطالباتي. اولا يسمعون كلام الوالدين لانهم اكثر منكم خبره، ورضا الله من رضا الوالدين. اقول لهم تمسكوا برب العالمين باي خطوه تخطوها، توكل على الله. اللي انا من خلال خبرتي اكو ناس عايشه عوائل مفككه، واكو ناس عوائل يعني اكو هو انسان يعني شاب نشا من طفولته هو يتيم، ماكو رعايه ابويه، ماكو حنان الام، فشوفه يعاني ما ياخذ حكايه مثل ما تجي من انسان عايش في العائله متكاتفه، الاب موجود الام موجوده. فيجب ان نراعي احنا الفروق الفرديه بين شاب وشاب، من ياخذ من خلال نشاته، من خلال اصدقاء السوء اللي يرافقوه، علاقتي الحميمه بطلابي وال يعني كأم لهم. أنا درست ذكور وأناث، مو بس أناث ذكرت، شفت إنه أنا قريبة لقلوبهم فياخذون من عندي نصيحة، أشوفهم رأسا يتمسكون بالنصيحة اللي أحكيها. كل إنسان يعني هو طبيعته، أكو إنسان يتقبل يعني النصيحة وأكو إنسان ما يتقبل النصيحة. بس أنا أقول الثقافة طبعاً لها دور، إيه لها دور، ولازم الإنسان يتقبل النصيحة، ولازم الإنسان يعني خاصة من أكبر من عنده، كان والد أو كان أم أو كان أخت، لازم يتقبل النصيحة من الأصغر، حتى الأصغر أحياناً يعطي نصيحة حلوة. الفرد العراقي أو النفسية العراقية هذا هذه الكازمة، هاي الشخصية معقدة، وبالتالي يعني يجب التعامل مع كل شخص على حسب وضعه أو الكاريزما اللي تخصه. يعني أنا مثلاً إذا يعني على جانب العمر، إذا كان شخص كبير بالعمر فيجب أن أستوعبه شنو اللي يقصد. كثير من يعني كبار العمر اللي موجودين الشباب عندنا ما يستوعبوهم، وهاي مشكلة جدا. يعني اليوم بهالعمر هذا يمكن يقدم لك فد نصيحة أو ربما كلام بحكمة تتعلم من خلال خبرته في الحياة، لكن إحنا يجوز مثل ما نسميها بالعامية نطنش، ما نستمع، لكن ربما من شخص آخر كلام ما نستفاد من عنده، بس أشوف إنه كنا أذان صاغية له، نحاول نستمع. هذا موضوع، هذا موضوع. وبالتالي يعني يجب على كل شخصيتنا، احنا عندنا مشاكل هواية بالعراق، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت سياسية، سواء كانت بالشغل بالعمل، يعني حتى رب العمل اللي موجود يجب ان نستوعبه. اكو انا اقول لك يعني اكو يستفزون طريقتهم استفزازية وما حد يتفهمهم، هذا امر يعني هو تقع المعادلة على الشخص هو بحد ذاته، شلون يتفهم، شلون يستوعب الأمر، وهذا كله يعني يأتي من خبرة التعامل معنا في مجتمعنا. أكو قاعدة موجودة خصوصا لدى الشباب اليوم يعني ينتهجوها، اللي هي اللي يعجبني أسمعه والما يعجبني ما أسمعه. ليش برأيك؟ مو هذا الوقت خلاهم هالشكل، الموبايلات والشغلات، الانترنت وهاي الشغلات، يعني الشباب تقريبا انحرفوا بهالوقت هذا، مو يعني مثل قبل. شباب قبل هالاشياء هذه والظروف تغيرت عندهم الامور، وهذه وين اللي يسمع النصوحه بالوجه انه نسمع النصوحه نخليها على راسنا احنا، بس هسه يعني ابنك ما تقدر تنصحه ولا يستجيب لك النصوحه. خلل بالمجتمع صار، خلل بالتربية، باللقاء بالشباب، وكل شباب اتجاههم صحيح وكل اتجاه مو صحيح، وصار تناقض بالمجتمع، اكو زين واكو مو زين. الزين اللي يفتهم يسمع الكلمة الطيبة. إذا طبعا نشكر مراسلنا سيف عبد الوهاب على هذا الاستطلاع. هناك فعلا كثير من الأشخاص يمكن يستمع الكلام ولكن يطبق الكلام الذي يعني يعجبه فقط ويترك باقي الكلام، وإن كان هذا الكلام الموجه له إن كان نصيحة. يعني هناك نفرق احنا بين النصيحة وبين الانتقادات، وحتى الانتقاد اليوم يمكن هناك سلبي وهناك إيجابي، ولكن نتحدث اليوم عن النصيحة الموجهة من أشخاص يريدون مصلحتك، من أشخاص يمكن كلامهم والموجه إليك ونصيحتهم نابعة عن حب. يعني نشوف أنه يمكن كثير نواجههم بحياتنا أنه ننصح شخص مقابل يمكن إذا ما وقع في خطأ ما، ولكن للأسف ما يستمع الكلام ويزعل أو يزعل مباشرة أنه مجرد توجهه لأي كلام. يعني أحيانا النصيحة ممكن أن تأخذ بطريقة إيجابية، ولكن في بعض الأحيان بعض الأشخاص لا يستطيع أن يتقبلوا منك هاي النصيحة. صح. لكن ممكن أنا أو أنت علي مثلا إذا أنا نصحتك بشيء فأنت تعرف مثلا أنه هذا للمصلحة العامة، لمصلحة البرنامج. لكن هناك بعض الأشخاص أنت ممكن تشعر بالنية من وراء إعطائك هذه النصيحة. صح فعلا. إذا الموضوع راح حدث فيه أكثر قضيتنا لهذا اليوم
مع ضيفنا من بغداد الباحث الاجتماعي الدكتور أحمد الزبيدي. حياك الله، مرحبا بك دكتور. حياك الله أستاذ علي، ومساء الخير عليك وعلى سترند، وتحية خاصة للأستاذ سيف، يبدو أنه راح يصير خبير بعلم الاجتماع. تحياتنا لك دكتور. خلينا نتحدث عن قضيتنا لهذا اليوم، ويعني أهمية النصيحة إبداء الرأي للشخص المقابل. نشوف دائما في حياتنا يعني هناك من يتقبل النصيحة، هناك من يرفضها. إبداء أي رأي مقدم من شخص إن كان عزيز أو إن كان شخص ربما يعني بعيد نوعا ما، نشوف أنه هناك شخصات ما تتقبل النصيحة ولا تتقبل إبداء الرأي الموجه إليهم. فخلينا نتحدث عن أهمية تقبل النصيحة من المقابل. نعم أستاذ علي، خلينا نتكلم بطريقة أكثر علمية حتى يستفاد المجتمع من هذا الموضوع، اللي هو اعتبار أنه الإنسان أنه طرفين، المرسل والمتلقي. فعملية يعني إرسال الرسالة أو الكلام إلى الشخص المقابل وطبيعة المتلقي اللي يستلم هذه الرسالة تعتمد على يعني حددها الخبراء على عدد ضوابط سبعة، وهي مذهلة، منها اللي هي بالمصطلحات الإنجليزية CS7 اللي هي complete وclear وإلى آخره من المصطلحات، أنه تعتمد على طبيعة شلون أنت ترسل الرسالة إلى المتلقي. نعم أيضا يعني دكتور، يمكن الموضوع مهم جدا أن نعرف متى يمكن إعطاء شخص معين نصيحة معينة، متى ممكن هذه النصيحة أن يتم تقبلها بطريقة إيجابية، ولما نفس الشخص ممكن أن يتقبل هذه النصيحة من شخص وليس من آخر. نعم سترند، طبيعة النصيحة أو الكلام أو إرسال الكلام إلى الشخص المقابل تعتمد على ما يأتي، أن يكون الكلام واضح وواقعي ومختصر وبدون إسهاب، وأيضا يكون يعني تعكس بعيدة عن الأخطاء اللغوية اللي هو الإنسان اللي يتحدث بها، وتعتمد على شخصية الإنسان، زائدا اللي هي الابتسامة في نهاية المطاف اللي ضرورية اللي تبعث الألفة بين الشخصين حتى يكون الكلام مقبول من الطرف الآخر. نعم نعم، يعني حتى نحصر الموضوع لأنه موضوع يمكن واسع جدا اللي هو النصيحة وإبداء الرأي. هناك أشخاص نواجههم في حياتنا. نعم. دكتور، ممكن أنه يسمعون الكلام من عندنا ولكن ما يطبقوا، وإن كان هذا الكلام أو النصيحة الموجهة هي فعلا دا تعالج فد مشكلة في هذا الشخص ولكن ما يوجه ما يتقبل أصلا، وإن كان هو أيضا يعرف أنه هو واقع في هذا الخطأ ولكن مجرد أنه يسمع من المقابل ما يتقبله. خلينا نتحدث من الناحية النفسية، شنو سبب هذا الأمر؟ يعني هل هو نابع عن يعني تكبر أم غرور أم ماذا؟ أستاذ علي، إذا احنا حددنا المراحل شخصية الإنسان، إذا كان هو إذا مثلا من 12 إلى 18 يعني مرحلة الشاب يتحول إلى دور المراهقة، نلاحظ أنه عملية التقبل عنده تكون مزاجية، يعني بما أنه علميا أنه دماغ الإنسان يكمل النمو مالته 13 سنة، فنلاحظ التغييرات اللي يصير عنده في سلوكياته وحتى في يكون طبيعة تصرفاته تكون يعني شبه متزنة أو غير متزنة إلى أن تكمل مرحلة العمرية مالته. أما إذا كان الشاب يكون عملية أنه استيعاب الكلام بطريقة أنه يشوفها هو مقبولة، والشخص اللي المقابلة أنه يوصلها بطريقة شفافة وسهلة وعلمية ومدروسة، ويحتوي هذا الشخص اللي بعد ما يتعرف على كل فروق الفردية اللي تتعلق بهذا الشاب، نلاحظ عملية أنه نقل المعلومة ترى ليس بالطريقة السهلة، سواء كان شاب أو مرأة أو طفل أو رجل. فالمجتمع يجب أن نتفهم أنه عملية نقل الأحداث للكلام أو النصح اللي للشخص المقابل تحتاج إلى سلوكيات وإلى فن وإلى ذوق إلى هذا الجانب. نعم يعني دكتور، هل تقصد أنه إذا تم إعطاء النصيحة بأسلوب معين سيختلف عن إعطائها بأسلوب آخر؟ وإذا ممكن مثلا أن تعطينا بعض النصائح كيفية إعطاء النصيحة بطريقة صحيحة، وخاصة إذا الشخص المقابل كان عنيد مثلا. نعم، طريقة النصيحة سترند، أما ما تكون بالطريقة المباشرة، يعني أنا أنطي معززة بالأمثلة عن طريق شخص آخر وأستدرج هذا الشخص اللي هو تقولين طريقة العنف أو طريق سلوكياته صعبة بطريقة أنه غير مباشرة يفهمها بالطريقة اللي هو يفهمها بالأسلوب السهل. ولهذا حتى العلم اتطرق إلى هذا الجانب، يقول عملية المباشرة بالكلام ما تجدي إلى نتيجة مثل ما أنه تكون الطرق الأخرى اللي هي الطريقة السهلة للوصول إلى هذا الجانب. نعم
يعني نرجع ايضا دكتور نتحدث عن هذا الموضوع اللي هو الاستماع الى الكلام الذي يعجبني وغض الطرف والنظر عن الكلام الذي لا يعجبني، هل هذا له ايضا ايجابيات ام هو امر سلبي بحت؟ استاذ علي، الكلام اذا كان يعجبني او كلام اذا كان لا يعجبني، اذا كان الشخص اللي هو يعني يطلي يعني يبدا بالكلام ويسهب بالكلام يعني يدخلك الى متاهات، فاكيد اذا كان شاب واذا كان رجل وحتى اذا كان اي شخص عادي ما راح يستمع الى هذا الجانب، لان افكاره راح تتشتت وراح يكون عنده جانب من الملل. اما اذا كان تركيز بالكلام ودقه بالمعلومه وايضاح واستخدام الوسائل او الطريقه السهله اللي هي توصل، زائدا انه تكون انت يعني تختصر الكلام اللي عندك بهدف معين، فراح يستجاب الشخص الاخر حتى ما يتعبه ولا يكون جانب ضجر او ملل. نعم. يعني دكتور، بعض الأحيان نجد بعض الأشخاص لا يعرفون المعلومة بالطريقة الصحيحة، ولكن هم فقط يبدون المعلومة ل يعني إضافة شيء معين، يعني هي نوع من الفلسفة أو أسلوب لهذا الشخص. كيف يمكن أن نختصر هذا الشخص وكيف يمكن أن نتعامل معه بشكل عام؟ نعم، سترند انت تلاحظين كثير من الناس من يبدا بموضوع معين حتى اذا كانت عنده معلومه بسيطه ويسهف بالكلام، يعني ياخذ النقاش اكثر من مدى يعني 5 دقائق او 10 دقائق وانت ما توصلين النتيجه، وحتى اذا كانت عنده معلومه بسيطه راح يكون الايحاءات احنا نسميها اللي موجوده بالانسان طريقه الرفض غير مقبوله، حتى تكون المجامله او حركات الايد او هز الراس العفو، انه فقط تستمعين الى هذا الجانب وانت ما مقتنعه بهذا يعني داخليا. فعلينا انه نفهم انه الكثره بالمواضيع او الاسهاب في الكلام هذا غير صحيح. نعم. يعني كيف من المفترض ان يتحلى كل شخص بالقوه من اجل ان يواصل مسيره حياته، من اجل ان يصل لتحقيق هدفه في الحياه؟ يعني نشوف انه دكتور هناك كثير من الاشخاص اليوم يمكن في المجتمعات العربيه بصوره عامه عندما يرون شخص ناجح وده يبدع وده يقدم وعنده فد هدف ويطمح للوصول ويعمل على الوصول لهدفه، يبداون ب ربما توجيه الانتقادات، يبدأون بربما يعني بثني هذا الشخص عن وصول وتحقيق الهدف الذي يسمو ويطمح له. يعني أيضا هذا يمكن أمر موجود في مجتمعاتنا العربية، والمجتمع العراقي أيضا موجود ويعاني منه الكثير اليوم. نعم. عفوا أستاذ علي، الشجرة المثمرة ترمى بالحجر، هاي يعني مقولة شهيرة معروفة يعني. وحقيقة الإنسان يجب أن يكون إذا عنده مجال يعني 1000 ميل يبدأ في خطوة، أنه نعرف أنه هذا الطريق راح يكون بمطبات ويكون بحواجز وعراقيل كثيرة، فعلينا أنه نستمر، لأن سلوكك وثقافتك وتربيتك والعلمية اللي عندك كلها راح تساعدك على أنه المسير في هذا الجانب. فنفهم أنه هذا شيء طبيعي، وأنه أي شخص يكون ناجح معرض لهذا الجانب، بس من أجل تحقيق الهدف والرسالة، أنه النجاح ليس، إحنا سبق وأن ذكرنا، ليس هو الذكاء، النجاح هو البلوغ إلى الهدف والوصول إلى هو، هذا يعتبر النجاح. نعم. على كل، كان معنا من بغداد البحث الاجتماعي الدكتور أحمد الزبيدي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. سنتابع وإياكم بعد أن ننتقل لنرى آراءكم عبر صفحتنا على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نبدأ تواصلنا لهذا اليوم معكم عبر تعليق عثمان الرفاعي. لا أكيد هذا الشيء من الحماقة، لأن المسلم مراعاة أخيه المسلم، الإنسان الناجح من يشاور أصحابه وأحبابه ويسمع لهم وينتبه على إيجابياته وسلبياته ويفعل ما يرتاح له قلبه ويوافق آراء الناس. زمزم العراقي تقول: النصيحة للي يتقبل كلام التارس إذن أذنوب ما يسمع النصح. طبعا شيء حلو أنه الواحد يسمع النصيحة ويطبقها إذا كان هذا الشيء للإيجابي وينفع الشخص، وأنا ما أعتقد أكو داعي أرفض أسمع نصيحة من أحد رايد ينفعني ولو ما بيها نفع، اللي ما أعتقد يتدخل وينصح. طاب مساكم، تحياتي. تحياتنا.
إذن نبدأ فقرة أخبار أخرى، أخبار غريبة ومنوعة، ونبدأها بالخبر الأول. طبعا راح نتحدث عن براءة الأطفال في هذا الخبر. فيديو طريف جدا تداوله مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت في الساعات الماضية. هذا المقطع يظهر طفلة وهي تبكي، لكنها تتوقف عن البكاء فور سماعها الموسيقى لتبدأ بالرقص بكل عفوية. يعني الموسيقى علاج للروح يعني، وحتى للأطفال نفس الشيء. نشوف هذا الموضوع على كل. أيضا من بين الفيديوهات الأكثر تداولا على مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر غريزة الأمومة العظيمة حتى عند الحيوانات، حيث تظهر قطة أو تظهر قطة وهي تحتضن فراخ الدجاج وكأنهم صغارها، وتمنع أي أحد من الاقتراب منهم، حتى مصور الفيديو لم تسمح له بالاقتراب. فيديو حقيقة يعني مؤثر جدا. يمكن هذه الغريزة اللي موجودة والحنان اللي موجود في هذا الحيوان يفتقده كثير من البشر اليوم للأسف الشديد. راح نشوف فيديو آخر، وبعد 16 عاما من التوقف عن العرض قدمت فرقة فلاندرز الملكية للباليه بمدينة أنتويرب البلجيكية نسخة عصرية مختلفة من باليه كسرت البندق الشهير قبل بدء عرضه دوليا. وقام مصمم الرقصات الأرجنتيني ديميس فولبي بتقديم نسخة مبسطة من الباليه لا تحتوي على المشاهد العائلية الملكية الفخمة التي اعتيد تقديمها، واستنادا للقصة الرئيسية للباليه التي ألفها الكاتب الألماني أرنست هوفمان. قال فولبي إنه أراد تقديم احتفالات تقليدية لعائلة ألمانية بعيد الميلاد. Thank you.
أهلا بكم من جديد في فقرتنا الجميلة، فقرة النشاط والرياضة والصحة، واللي ينتظرها الكثير من المشاهدين هي فقرة طبعا اللي كنا متعودين عليها سابقا ورجعنا لها حاليا، اللي فقرة الرياضة. طبعا دائما تغنينا هذه الفقرة بمعلومات مهمة لصحة ورشاقة الجسم. أكيد علي، يعني واليوم معنا المدرب الرياضي الكابتن محمد الشخريتي اللي رح يعطينا النصائح والتمارين الرياضية. اليوم رح نتحدث عن تمارين الرجلين والمعدة. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا فيك رندا. أهلا علي، نورتنا. وين هالغيبة؟ صرنا فترة قاطعين على الاستوديو، صرنا فترة بنصور بالجيم عشان نغير ونكسر روتين المشاهدين، لأنه طلبوا أنه يشوفوا تمارين بالجيم. صح. فهي بعد انقطاع عن الاستوديو رجعنا لهم. طبعا اليوم راجعين بتمارين شوي متقدمة. مش نحكي أدفانس شوي، ليفل صغير يعني، لتمارين اللور بادي اللي بتهم جميع الشباب والصبايا، مع تمارين البطن المعدة، يعني اللي هي يعني كل حدا هلأ عم بحاول بده يوصل بالضبط قبل الصيف. يعني ضايل معنا 4 شهور، الكل عم بجهز هلأ هاي فترة البيات الشتوي اللي احنا بنضبط فيها أجسامنا. صح. طبعا اليوم تمارين راح تكون لللور زي ما حكيت. معنا اليوم رزان. أهلا رزان. طبعا بالعادة احنا بنعمل تمارين ستريتشنج وورم أب، احنا عاملين وورم أب بس راح نشوف نوجه المشاهدين كيف الستريتشنج سريعا. نعمل رزان هون ستريتشنج بالضبط. تمارين الإحماء خاصة في فترة الشتاء مهمة جدا كابتن. طبعا كثير، مش شوي إيدي الثانية، كثير مش شوي، لأنه الجسم بيكون يعني بارد. لسه الماسلز بالضبط باردين، لحد ما يبلش يحمى بده مينيمم 10 دقائق لربع ساعة على التريدميل أو على الكروسين ونعمل كارديو. نعمل لور باك ضروري طبعا، ستريتش اللور باك أنا دائما بركز عليه، يعني كل مرة بطلع فيها بحكي إنه تمرين الاسترتش لللور باك مهم جدا، لانه الاصابات بتصير عندي بالعاده رندا وعلي اكيد تعرفوا باللور باك، انه بنسمع دائما ديسك رابعه خامسه اسوان. شوف الثقل يمكن كله على هذا المكان. انا حكيناها علي قبل هالمره انه ثقل بلس ضعف العضلات، يعني احنا العضلات القطنيه بالعاده عندنا اصلا ضعيفه. صح فعلا. فالعضلات اللي باخر الظهر اصلا ضعيفه، فمع انه انت ما بتمرنها كمان بصير وضع أسوأ. صح. فبصير معرض باي حركه غلط السباين، اي حركه غلط للعمود الفقري يصير في انزلاقات وهو سبب لنا الديسك. بس هي مهمه جدا، لانه هي يعني انا بحس الظهر يمكن من اهم العضلات لانها ماسكه الجزء العلوي والسفلي. بالضبط، هي النقطه اللي بدي احكي فيها للسرندا، انه انا المنطقه هاي هي منطقه الوسط اللي كور. هي الحامل الفاصل بين المنطقه العلويه والمنطقه السفليه من الجسم، يعني الكور. صح. كامل. فهاي المنطقه لازم تكون اقوى عضلات في عندي بالجسم، عضلات المعده، عضلات الخصر الاوبليك الانترنال والاكسترنال، وعضلات اللور باك اللي هي العضلات القطنيه. احنا راح نبلش بالتمرين. اول تمرين راح نعمله اللي هو سكوات مع هولد. هلا احنا تعلمنا دائما، المشاهدين شافوا مني تمارين السكوات، دائما سكوات اعطينا بعده زوايا. صح. اليوم راح نعطيها شوي بتكنيك مختلف اللي هو نفوت اللي هو الهولد، الثبات مع الحركه. طبعا اجري بيكون على نفس مستوى كتفي بالضبط، بنزل ايدي برفعهم هون كامل وبنزل وبطلع. نحاول رزان نضل ثابتين، نعمل هولد. طبعا الهولد بيكون انا بالعاده بعمله 5 ثواني، يعني بنحكي 1 2 3 4 اب بطلع برجع بنزل كمان مره بثبت هولد. ايدي بيكونوا هون شوي. طبعا في كيرف عندي باللور باك، طبعا استقامه كامله قد ما بقدر، الشست بيكون طالع لبرا. هلا في ناس بيغلطوا بيكون الضغط على الركب، هلا عشان ما يصير ضغط على الركب ننزل كمان مره رزان سكوات، نسكر الجن شوي. هي هذا الموضوع انه السكوات ما بيأذي الركبه، بالعكس. يس. تمرين هون الكل بفكر انه ممكن يأذي، بس انه صعب يأذي لانه اللود والحمل كله ورا، يعني الجلوتس هي اللي عمليه البالانس اللي هي العضله الخلفيه بالجسم. اوكي نطلع نرجع ننزل كمان 1 مور نثبت 1 2 ايدي ستريت هون 3 4 5. اوكي ريح وزان صب. طبعا تمرين السكوات جدا مهم، يعني من اهم التمارين. بدنا نراعي شغلتين بسكوات، اللي عنده مشاكل ديسك يعني اصابات باخر الظهر ما يحمل وزن عالي، على لانه احنا بالعاده بنحمل الوزن على كتافنا لما ننزل، بكون سكوات بنزل وبطلع فيه. بلس اللي عنده مشاكل بالني، يعني كثير من الشباب والصبايا بكون عندهم يا اما غضروف او بكون عندهم احتكاك بالمفصل او تاكل بالمفصل، فبحاول اتجنب اللي هو السكوات الحر، بعمله ممكن على ستيب او على بنش انه بقعد وبطلع. يعني ممكن هون انا بكون من ثبات بنزل ظهري ستريت بطلع هون سيف اكثر شيء. يعني شي يفضل ما يحملوا اثقال او سيف أو هيك سيف كثير. طب او اذا مسكوا دمبلز ممكن وزن خفيف نحمل، بس هون انا بضمن انه بس انزل خلص هي اجري 90 درجه. اه اوكي
يعني انه ما بصير في خوف وفي لود على المفصل، فهي هي البوينت. اللي عنده اصابات بالظهر او الركب نشوف يمكن يبتعد تماما عن تمارين الظهر، تمارين الرجلين. هلا لا احنا هذا الشيء غير صحي صح؟ ما لا هذا طبعا بالضبط، هذا حكي مش صح، لانه دائما بنسمع انه عندك ديسك ما تلعب. بالعكس بالضبط، هي بالعكس، لانه السباين زي ما حكيت العمود الفقري الداعم له للعضلات، فلما تكون قوي العضلات هي اللي بتدعمه وتحميه، ما بتزيد الانحراف او بتزيد اللي هو الغضروف انه يطلع من مكانه بزياده، فبالتالي العضلات كل ما كانت قويه كل ما كانت داعم للعمود الفقري. يعني يلعبها بحذر. لا هلا في، هلا احنا في تمارين ممنوع يلعبها طبعا هاي مش راحة لما اكون انا بنصور بالجيم. ممكن اوضح التمارين، نحكي مثلا هذا التمرين نتجنبه للي عندهم اصابات ديسك، بس بشكل عام يفضل يكون مع اخصائي، انا هيك بفضل انه حدا متخصص يعرف ايش يعطي تمارين. اوكي، ثاني تمرين رح نعمل اللي هو لانجز، احنا تعلمنا لانجز، اللانجز رح اعمله نشوف رزان هيك مع كيك ني بالضبط. طبعا بحاول التمرين بده شوي بالانس، 2 نكمل 3 بحاول اجري هون 90 درجه تكون جسمي لورا الجلوتس لبرا بطلع يلا كيك. كابتن انا بحس اللانجز خاصه يعني هاي بتزبط مع ناس ومش مع ناس، لانه يعني هاي بحسها في عليها سترين او ضغط على الركب. صح هلا اللانجز شوي اصعب من السكوات لانه فيه اكثر من رول، يعني ممكن نركز عليها. اللي هو احنا بنشوف دائما الاغلاط، بتلاقي اللاعب بيطلع عن 90 درجه، هي اول غلط. ثاني غلط تلاقيه نازل هيك ما في كير باخر يعني الباك، فبده كوردينيشن عالي. صعب بالضبط، كوردينيشن عالي لانه انت بتكون في اكثر من حركه بدك تعملها بموفمنت نفس الوقت. طبعا اللي عنده اصابات ني يتجنب اللانجز لانه يعني بصير لود كثير عالي على المفصل، لانه وزني كامل على مفصل واحد بيكون الامامي. صح اوكي، المفصل الخلفي ما بيكون حامل كثير وزن زي المفصل الامامي. طبعا هي ثاني تمرين اللي هو بيكون كمان لللور بادي، ومن اهم التمارين للناس اللي ما عندهم اصابات وما عندهم مشاكل باللور باك. ثالث تمرين رح ناخذ نشوف رزان هون اجري بيكونوا اوسع من مستوى كتفي. بنزل ركبي لبرا اللي هو السومو، رح ازيد عليه شيء صغير اليوم اللي هو يكون مع هولد. كيف عملنا سكوات مع هولد؟ رح نعمل انه عشان نشوف المشاهدين كامل سومو مع هولد، بثبت ننزل ظهرك لورا ركبنا يفتحوا لبرا قد ما بقدر بالضبط. بثبت 1 2 3 4 5 بطلع برجع بنزل كمان مره. كابتن هلا في بعض الاشخاص كمان بيستخدموا الاثقال او الويتس هم عم بيعملوه بالنص الكتف. هلا احنا بالعاده احنا عشان لسه اول مره بنورجي المشاهدين التمرين عم بنورجيهم اياها بدون ويت. هلا للفقرات الجاي اكيد راح يكون معنا وزن ونورجيهم كيف ممكن يستعملوا الويت وين يكون الويت، بس هلا للناس اللي عارفين التمارين وبدهم شيء ادفانس من هلا ممكن يمسك الويت معه بايديه من هون، يكون ماسك ويت وبنزل وبطلع فيهم. أو الكاتربل. أو يس الكاتربل ممكن تزبط، هلا الناس ممكن ما مش فاهمين ايش يعني كاتربل، للفقرة الجاية بجيب معي أنا كاتربل صغير وبنورجيهم ايش يعني الكاتربل. بلس ممكن يكون في عندي البار على الأكتاف وممكن أشتغل فيه كمان السومو. نفس الريزيستنس. طيب بلس بصير نحكي عن العضلة اللي بحركها السومو سكوات. اوكي، هلا كثير من الناس بغلط بعضلات التمارين، السومو بركز بشكل كبير على عضلات الإنر ثايز الداخلية بشكل كبير. هلا ما بنقدر احنا نحكي انه التمرين بس بشغل لي هاي العضله، هاي مفهوم خاطئ عند اللاعبين والمدربين، كثير من المدربين بيغلطوا بهذا الموضوع. البرايمري والسكندري. يس بالضبط، احنا بالتشريح بالاناتومي بنحكي انه بس يصير في موفمنت للمفصل بيكون في عندي عضله اساسيه لحركه المفصل، في عضلات ثانويه ساعدت على تحريك المفصل. صح. فبالتالي انا عندي العضلات الاساسيه اللي بتشتغل هون الانر ثايز بيشتغل معها الاوتر، ما بنحكي ما بيشتغل، بيشتغل معها الجلوتس، بيشتغل مع اللور باك. بس كتركيز بشكل اكبر على الانر ثايز. تمام، هاي هيك صرنا ماخذين ثلاث تمارين. رابع تمرين ناخذه على الارض شوي، تمرين ارضي. اوكي رزان ننزل هون بيز على ظهرك. هلا الحلو كابتن انه كل هاي التمارين تقدر تنعمل بالبيت، يعني هي الفكره انه احنا المشاهدين ما يتغلبوا، خصوصا للناس اللي ما بتحب تروح على الجيم. صح، مع اني انا بنصح الكل يروح يتمرن بالجيم لانه الماكينات اكثر، الزوايا بتكون اكثر، في مدربين متخصصين ممكن يفيدونا. بس بالثلج مثلا يعني ما صح لي اروح على الجيم، فعملت تمارين بالبيت. لازم اضحكك وفعلا يعني بالثلج انا اجوني الصبايا اجوا ثلج واجوا اجوا يعني ما خلص ما شيء وقفهم عن الجيم، وصلوا مرحله صراحة. ادمان انه ما بدنا. لا بس لما الجيم يكون مسكر فما بايدك الا انك تعمل تمارين. شيء ثاني. اوكي رح نعمل بريدج على وان ليج. اوكي نتني اجرنا الثانيه رزان، نتنيها كمان كمان كمان. يس اوكي اجري هاي ستريت، بطلع بدفع الهيب كامل للاعلى، طبعا هون بركز على الجلوتس. اوكي بنزل شوي شوي. هلا كثير من الناس بيريح بصيب الارض، احنا بنحاول ما نصيب الارض، ننزل على الاخر ونطلع
بفضل يكون في سوفت صغير هون بال طاجي خفيف بس ثاني صغير وزان جود اطلعي يس اعملي 10 تكرارات تمرين واضح اظن بدون ما يصيب الارض هلا عشان تضل محافظ على ريزيستنس عالي يعني يكون في ضغط على العضله طول الوقت بفضل يكون ما يصير في انه فتره راحه انه تصيب الارض والعضله اللي يشتغل عليه هذا بنشتغل على عضله الجلوتس العضله الخلفيه بالجسم او بالليجز تمام اوكي طبعا بنشتغل التكرارات هلا رح نحكي عن التكرارات للمشاهدين هيك السنه ماخذين 4 تمارين رح ناخذ معنا وقت ناخذ تمرينين سريعين للمعده اوكي رح اثبت اجري هون 90 ديجري اوكي بتمنى المشاهدين ركزوا بس بالرولز اللي بعطيها بالضبط للتمرين ضروري هون 90 ديجري تكون الني داي هون بعمل كرانش كامل للمعده طبعا تمرين من بنعتبره تمرين يعني ميديوم احنا مش ادفانس كثير ولا للمبتدئين يعني تمرين بالوسط بشغل لي اول 4 عضلات بشكل كبير لفوق يس اول 4 عضلات بشكل كبير يعني التركيز بيكون عليهم منيح نشتغل 10 تكرارات رزان كمان دن. هيك صرنا ماخذين 4 تمارين خامس تمرين رح نعمل بلانك انا شرحته قبل هالمره ورح ارجع اعيده لانه كثير من الناس بعثوا لي على البيج انه البلانك مش عم ببعثوا لي البوزيشن تبعه غلط انه بكون في كير في الباك لا انا ما بدي هيك هلا رح اوضح تمرين البلانك ننزل هون رزان بالضبط جسمك ستريت اول شيء هلا الاغلاط اللي كانت تصير نعمل الغلط هلا اللي هو بتقوس ظهر هلا ارفع اجريكي وقفي بالضبط بكون الظهر مقوس هيك هيك انا ما شغلت معدتي بدي اعمل سكويز للمعده اسحب معدتي كمان سكويز للمعده من جوا واحافظ انه ما تطلع الجلوتس كثير عندي لبرا فهون الهولد بصير على عضله المعده بالضبط بصير في بالضبط سكويز انا عامل هولد يعني اليوم علي انت لاحظتوا مركز على الهولد صح هلا بحكي ليش انا ركزت على هذا الموضوع صح اوكي بحاول اثبت 15 ثانيه 20 ثانيه طبعا احنا بعمل تشالنج للصبايا عندي انا بتوصل 5 دقائق ثابته على البلانك صح في صبايا بوصلوا 5 دقائق ظلهم هيك بلانك انا ثلاث ونص وصلت ثلاث طب شطوره في صبايا وصلوا بلانك 5 دقائق ريحي فهلا احنا هيك اخذنا 5 تمارين حركنا فيهم الجزء السفلي كامل من الجسم واخذنا تمرينين للابس يعني هيك كبرنامج متوسط نحكي الانتنسيتي او الشده تبعته بناسب جميع الاوزان للشباب والصبايا الموضوع التكرارات هلا والاوزان اللي بده يكبر العضله بيزيد وزن بنزل بالتكرار بالضبط اللي بده يحرق ويعمل شيب نحكي للمسلز بده يرفع تكرار بقلل مش يقلل لمرحله انه يكون انه لايت يعني كثير وزن يس يكون في حاسس بشده على يعني ريزيستنس عالي يكون شوي على المسلز والتريح بين الجولات هلا تريح بين الجولات بالضبط حفظ لازم تصير ترينر اوكي تريح بين الجولات اللي هو بيكون اللي بده يكبر عضلته يعني اكثر من 30 ثانيه يعني من 30 ل 60 نحكي واللي بده يعمل شيب ماكسيمم 20 ثانيه هيك يعني هيك الرولز واضحه جدا مع تطبيق التمرين بتمنى من المشاهدين كلهم يعطونا فيدباك عشان نشوف يعني بيتابعوا في معنا نسبه منيحه من المشاهدين عم بتتابع معي انا صح على البيج وعم بيبعثوا لنا اول باول نسمع منهم فيدباك صح عن التمارين وايش اخذوا ريزلت عشان نطلع شوي شوي بالليفل اكيد راح يكون لنا لقاء ثاني اكيد اكيد ثانية. يس كل الشكر لحضرتك يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه يعافيك يا رب كابتن محمد شخريتي شكرا جزيلا وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم يعني علي ورنا ساترككم بايديهم اين معهم يوم غد ان شاء الله نلتقيكم يوم غد الى اللقاء